بحضراتكم مشاهدي ومتابعي أكسترا نيوز في هذه التغطية الخاصة والتي يدور النقاش فيها حول تقديم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي استقالة الحكومة وتكليف الرئيس السيسي له بتشكيل حكومة جديدة، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه كلف مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءة اللازمة لإدارة المرحلة القادمة. وأوضح عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك أن هذه الخطوة تأتي لتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة. هذا وأكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أنه تقدم صباح اليوم باستقالة الحكومة إلى رئيس عبد الفتاح السيسي، وأضاف رئيس الوزراء أنه شرف بتكليفه من الرئيس السيسي بتشكيل الحكومة الجديدة. وتقدم مصطفى مدبولي بخالص الشكر والتقدير لرئيس السيسي على تجديد ثقته في توليه المسؤولية كرئيس للوزراء الفترة المقبلة، متعهدا ببذل أقصى الجهود لخدمة الوطن وأبنائه. وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك تكليفات محددة من الرئيس السيسي في عدة مجالات سيتم العمل على تنفيذها فور الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد. وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لكل زملائه من الوزراء والمحافظين ونوابهم وجميع أعضاء الحكومة على ما بذلوه من جهود مضنية في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة. وكان رئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل في وقت سابق مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي قدم استقالة الحكومة للسيد الرئيس. هذا وقد قام رئيس السيسي بتكليف مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف وعلى رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية. هذا وقد كلف رئيس السيسي الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الذي قدم استقالة الحكومة للسيد الرئيس. هذا وقد قام السيد الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي. كما تضمنت تكليفات السيد الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات. هذا وقد كلف السيد الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أستاذ ماجد منير رئيس تحرير جريدة الأهرام. أستاذ ماجد أهلا بك معنا على أكسترا نيوز، نتابع ما جاء اليوم والخبر الأهم طبعا بتكليف الرئيس السيسي لمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تعديلات وزارية أو تشكيل الوزارات والحقائب الجديدة. يعني إحنا عارفين أنه هذا من دون إلزام دستوري، ويمكن بعد حلف رئيس السيسي لليمين الدستورية كان هناك تكهنات كثيرة وانتظار في الشارع والدوائر السياسية المختلفة لهذا الأمر. قراءتك لما هو قادم، ما الذي ننتظره؟ اولا اسمحي لي اشكر حضرتك استاذه لما واشكر المشاهدين. بالتاكيد المرحله القادمه خطاب التكليف الصادر من السيد رئيس الجمهوريه الى رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى مدبولي حمل العديد من المحاور
اللي هيتم عليها العمل خلال المرحلة المقبلة. العنوان الأساسي ليها هو استمرار تطوير الأداء الحكومي وبناء الإنسان المصري، وإحنا كنا شفنا خطوات كبيرة تم بذل الجهد فيها في هذا. والأمن القومي أيضا جاء على رأس الأولويات أستاذ ماجد. بالتأكيد بالتأكيد طبعا محددات الأمن القومي المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة اللي احنا بنشهدها من الأولويات القصوى، وبالتالي هناك محاور واضحة، خاصة محور مواصلة الإصلاح الاقتصادي. احنا شايفين في جهد كبير حصل في مسار الإصلاح الاقتصادي خلال المرحلة الماضية، ونتائجه ظهرت مؤخرا في صفقة رأس الحكمة على سبيل المثال، جذب الاستثمارات الأجنبية، ولا ننسى جولة مهمة كانت للرئيس السيسي في الصين، وشهدت حوار كثير مطول ومعمق بشأن شراكة مصرية صينية بتتطور بعد مرور عقد من الزمن على الاتفاق عليها وتنفيذها. في محاور كتير جدا في خطاب التكليف، لكن انا من وجهة نظري بالاضافه للامن القومي المصري الاهتمام به يتزايد يوما بعد يوم في ظل التحديات الاقليميه الراهنه، هناك ايضا بناء الانسان المصري اللي الرئيس شخصيا كان مهتم به وقضيه الوعي. كل هذه الامور اللي بتشكل مجتمع مصري قوي ومتماسك مهمة جدا في المرحلة أعتقد. إلى أي مدى أستاذ ماجد برأيك فلسفة التغيير والتجديد والنقاط التي يمكن منصوص عليها في ورقة التكليف لرئيس الوزراء هي فلسفة متعلقة بنبض الشارع في هذا التوقيت برأيك؟ هو بالتأكيد التغيير مطلوب، والجزء الثاني في التغيير هو تجديد الثقة في دكتور مصطفى مدبولي، وده شهادة بأن أداء رئيس الوزراء خلال الفترة اللي تولى فيها رئاسة الحكومة كان أداء جيد جدا، حقق نتائج كبيرة جدا. بالتالي اللي احنا بنتكلم على مجموعة من الوزارات، وبالتحديد الوزارات الخدمية والاقتصادية اللي محتاجة تشهد تطوير في الأداء، وده شيء طبيعي. وزراء أدوا وبذلوا جهد كبير جدا كلنا لمسناه في ملفات عديدة طوال الفترة الماضية، من الطبيعي ان بياتي وزراء جدد دم جديد شباب يجددوا الدماء ويطوروا الاداء، فبالتالي الشيء ده شيء طبيعي خاصه في ظل التحديات اللي بنواجهها ما بين يوم والتاني في الوضع الاقتصادي المتاثر بالاوضاع الاقليميه اللي احنا بنشهدها، بيحتاج افكار جديده ورؤى جديده. اعتقد ان الحكومه إن احنا في سبيل التعامل معها خلال الفترة القادمة تشهد تنسيق وتناغم في الرؤية والعمل، والمحاور واضحة زي ما حضرتك ذكرتي في خطاب التكليف الصادر من الرئيس السيسي لرئيس الوزراء المتلف الدكتور مصطفى مدبولي. محاور العمل خلال المرحلة الجاية القادمة ونحن على وشك أو نحن نسير في اتجاه جمهورية جديدة وضع أساسها خلال الفترة الأخيرة، معالم هذه الجمهورية باتت واضحة وتبدو أمامنا يعني قريبة المنال. احنا النهاردة منذ الإعلان، عذرا على المقاطعة، ولكن منذ الإعلان صباح اليوم عن يعني هذه التكليفات الجديدة لرئيس الوزراء، يعني أعتقد أنه السؤال الأكبر الآن هل ننتظر تغييرات على أساس سياسي أم على أساس تكنوقراط بشكل أكبر؟ حضرتك أنا مش شايف ان الحكومه لابد ان تكون في شكل سياسي او تكنوقراط، وما فيش ما يمنع من ان يكون في دمج وتمازج ما بين الاثنين. احنا شفنا حتى في الحكومه الحاليه كان في وزراء تكنوقراط وكان ليهم اداء عالي جدا، في وزراء سياسيين وكان ليهم اداء عالي جدا. انا اعتقد ان في ملفات زي ملفات الخدميه محتاجه يكون الوزير لديه من المهارات السياسية والخبرات السياسية ما يؤهله للتعامل مع الشارع المصري والمواطنين. في نفس الوقت لابد أن يكون لديه خبرة تمكنه من إدارة الملف المسؤول عنه بكفاءة. فأنا مش شايف أن لابد يكون في تصنيف للحكومة دي حكومة تكنوقراط أو حكومة سياسية، بالعكس احنا في الآخر بنشتغل في إطار واسع
احنا عندنا حوار وطني بيجمع كل هذه الاراء، سواء تكنوقراط او سياسيين بيتحدثوا بيتحاوروا. في الاخر احنا بنبغي تحقيق الاهداف التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومه الجديده بتحقيقها وتنفيذها اتجاها ووصولا الى الجمهوريه الجديده التي نحتفل بها جميعا وبانجازها بجهد وعرق وتضحيات المصريين على مدار العشر سنوات الماضيه. الشارع يعني طبعا احنا بنتكلم في توقيت غاية الدقة استاذ ماجد، اذا كان متعلق بالاوضاع الداخلية او حتى ما يحيط بنا من اوضاع لا تؤثر فقط على الدولة المصرية ولكن على العالم كله، وهذا قدرنا يعني بشكل او باخر، ولكنه وقت دقيق جدا جدا. ولكن لو هنتحدث عن الشارع المصري فهناك بعض النقاط كده اللي فارقة معايا، يعني التي يشعر بها بشكل مباشر، إذا كانت الخدمات التي تقدم، وأعتقد أن العنوان الأبرز أصبح الأمن القومي والملف الاقتصادي. أستاذ حضرتك معايا يا فندم؟ سامعك فندم. كنت بسأل حضرتك يا فندم عن ما يهم أو ما يخص المواطن في الشارع، يعني من كل ما يحدث داخليا وخارجيا وكل التحديات التي يمكن هي قائمة الآن بالداخل وبالخارج ومحيطة بالدولة المصرية، هناك بعض الأمور التي المواطن هو معني بها في المقام الأول، ومؤخرا بعد يعني ما حدث في غزة وهو ملاصق بنا أصبح هناك شعور أكبر بأهمية الأمن القومي لدى المواطن المصري، والملف الاقتصادي هو أولوية بالنسبة له. بالتأكيد، هو حضرتك فيما يخص التعامل مع التطورات في قطاع غزة، احنا شفنا قد ايه كان في اصطفاف وطني وراء الدولة المصرية ودعم لقرارات الدولة المصرية فيما يخص الحفاظ على الأمن القومي المصري واتخاذ أي إجراءات تكفل صيانة وصون هذا الأمن القومي، وفي نفس الوقت كل القرارات الخاصة بحماية القضية الفلسطينية ومنع أي مخططات لتصفيتها. وكان التفاعل المصريين مع هذا التهديد تحديدا حقيقي كان تفاعل واضح جدا وموقف قوي جدا. أعتقد أن المصريين أدركوا خطورة المرحلة وخطورة التهديد اللي بتتعرض ليه الحدود المصرية في جانب الشمال الشرقي. الجزء الاقتصادي بلا شك يعني هو ده انعكاس التوترات الاقليميه اللي موجوده وانعكاس لتطورات كانت قبلها مثل الحرب الروسيه الاوكرانيه، وقبلها كان عندنا تداعيات كورونا، وبالتاكيد كل هذه التداعيات وتراكمها كان بينعكس على الاداء الاقتصادي في كل دول العالم، ونحن جزء من العالم نتاثر بما يحدث في العالم. فالاقتصاد مهم للمواطن المصري كما هو مهم لكل مواطن في اي دوله اخرى. طبعا حقيقي الاهتمام الوضع الاقتصادي بيبقى في مقدمة الأولويات لأي مواطن، لكن لما نتكلم على أمن قومي واقتصاد أنا بقول لحضرتك أن الأمن القومي يتقدم كل الاهتمامات لدى المصريين، وبالتأكيد الاقتصاد مهم. وأنا شايف أن على الأقل طول الفترة اللي فاتت في إجراءات حمائية تحرص عليها الدولة المصرية، وهي تدرك تماما أن المصريين تحملوا كثيرا، وده مش كلامي، ده كلام الرئيس السيسي شخصيا في أكثر من مناسبة. نعم. كان بيوجه التحية للمصريين لقدرتهم على التحمل بكل هذه الظروف اللي مرينا بيها، وهي ظروف استثنائية، وأنا بكتب حاجة تاني ظروف استثنائية. احنا كان أداء الاقتصاد المصري قبل كورونا كان أداء عالي جدا، حفظنا على معدلات نمو رغم هذه الأزمات، كان شهادة يعني بالتأكيد تحظى بتقدير كل المؤسسات الدولية. الأداء الآن وانا بؤكد لحضرتك الان الاداء بيتحسن بشكل كبير جدا، قدرتنا على جذب استثمارات خارجيه اصبحت كبيره جدا. وما مثال راس الحكمه الا يعني بالتاكيد على اللي ما يتمتع به السوق المصري من كفاءه عاليه وقدره على جذب استثمارات. هناك العديد من الاستثمارات الاجنبيه هو احنا عندنا فرص كتير يا استاذ ماجد، بس التعامل مع هذه الفرص اعتقد انه ده اللي محتاج يعني اعاده هيكله او فلسفه يعني اكثر استناره من قبل القائمين على هذه الفرص لسهوله التعامل في داخل الدوله، واعتقد ده امر معروف ومعلوم. يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي استاذ ماجد منير رئيس تحرير جريده الاهرام.
يعد تغيير الحكومة قرار سياسي يتم اتخاذه بناء على عدة عوامل بهدف ضخ دماء جديدة وتطوير العمل داخل الجهاز التنفيذي للدولة، وذلك في إطار مسار سياسي وقانوني راسخ ووفقا للثوابت الديمقراطية. تقدم رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بخالص الشكر والتقدير للحكومة المستقيلة لما بذلته من جهود في ظل فترة شهدت العديد من الأحداث والمتغيرات والتحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي. وأعرب رئيس مجلس النواب خلال كلمته بالجلسة العامة عن تمنياته بالتوفيق لمصطفى مدبولي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في اختيار أعضائها الجدد ممن لديهم القدرة على تحقيق أمال وطموحات الشعب المصري وأهداف الدولة المصرية، لا سيما الواردة ببيان رئاسة الجمهورية بشأن قبول استقالة الحكومة. السادة الأعضاء، تلقيت الآن خبر استقالة الحكومة الموقرة الحالية وتكليف سيادة الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، وفي هذا المقام لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء الحكومة على ما بذلوه من جهد مميز في ظل التحديات والصعوبات التي نشهدها جميعا، مما كان لها بالغ الأثر في إظهار ما لدى هذه الحكومة من قدرات وإمكانات
كما أشكر حضراتهم جميعا على تعاونهم مع البرلمان المصري، متمنية التوفيق لسيادة الدكتور مصطفى مدبولي المكلف بتشكيل الحكومة في اختيار من له القدرة على تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري وأهداف الدولة المصرية التي وردت ببيان رئاسة الجمهورية بشأن استقالة الحكومة. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف نائب معتز محمود، نائب رئيس حزب الحرية المصري ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب. يا ست نائب، رحب بحضرتك. وبرأيك إلى أي مدى كان التغيير الوزاري يعبر عن حاجات ملحة، خاصة ما يتعلق بتطوير الوزارات الخدمية والاقتصادية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا يعني سبق الزملاء والشكر لحكومة السابقة اللي هي بس الدكتور مصطفى مدبولي، حقيقة احنا برضو بنوجه لهم الشكر. وطبعا مش هنعيد الظروف والكلام اللي قاله الزملاء قبل كده، الظروف اللي مروا بيها وكلام زي ده. احنا دلوقتي بنتكلم على ايه الامال المعقودة من الشعب المصري على تنفيذ تكليفات الرئيس من حكومة جديدة، ودي اهم نقطة لازم نركز عليها ويراعيها معالي دولة رئيس الوزراء في الفترة القادمة. اول تكليف ان احنا لازم نعتمد في التكليف الجديد على الناس ذو الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، وده تكليف مهم جدا في المرحلة القادمة، وده بيعكس ثقة القيادة السياسية في قدرة اسحاب الكفاءات والخبرات على قيادة البلاد في المرحلة المهمة والحاسمة من تاريخ الوطن، وبيعبر عن إرادة قوية للدولة في تحقيق التقدم الرقمي. هذا التوجيه مهم جدا جدا ان انا اعتمد اصحاب الكفاءات والخبرات بعد سنوات طويلة من الاعتماد على اصحابه. ده كان اول تكليف من سيادة الرئيس، ونتمنى ان شاء الله انه يتحقق في التشكيل الوزاري الجديد. التكليف المهم ايضا من سيادة الرئيس الحكومة الجديدة الحفاظ على محددات الامن القومي المصري في ظل التحديات اللي بتواجه مصر، الاقليميه تواجه مصر حاليا. نعم. واحنا عارفين طبعا حضرتك ان في الاتجاهات الاستراتيجيه بتاعتنا الاربعه عليها مشاكل. اولا العدوان الغاشم الاسرائيلي على قطاع غزه، ده من ناحيه الشمال الاسرائيلي. عدم استقرار السودان، عدم المشاكل استقرار ليبيا والمشاكل الموجود فيها، الصراع على الغاز في البحر المتوسط. وده ملف مهم جدا عشان نعزز قدره مصر على الساحه الدوليه في الفتره المقبله، وكل مصر كلمة ورؤية مسموعة لدى دول العالم، وتبقى يعني تكمل دورها الريادي في المنطقة وحل مشكلتها. التكليف الثالث أيضا الحكومة هو بناء الإنسان المصري. بناء الإنسان المصري هو يتوقف على حاجتين: الاهتمام بملف التعليم ومنظومة التعليم والارتقاء بها، والتوسع في منظومة الصحة والتوسع في مشروع التأمين الصحي. بس عذراً على المقاطعة سيادة النائب، في الحقائب دي تحديداً أو الوزارات الخدمية وإلى جانب التعليم، هناك الكثير من الوزارات اللي بني فيها بالفعل استراتيجيات وبدأت القائمين عليها أو بدأ القائمين عليها العمل. هل أصبح هناك ضمانة بأنه الأشخاص لا تغير استراتيجيات بالفعل على الأرض قائمة؟ هو المفروض حضرتك طبعا حصل في وزارة التعليم قبل كده موضوع اللي هو اللابتوب، وكان الدكتور شوقي ماشي بسيستم، الوزير الجديد ماشي بسيستم، وده نتمنى حضرتك ان يكون في سياسة ثابتة للحكومة لا تتغير بتغير. مع تغير الاشخاص، ودي مهمة جدا في الفترة القادمة. تمام. عشان كده بقول لحضرتك ايه، الاعتماد الاساسي على الكفاءات والناس الخبرة في الفترة القادمة مهم جدا في المرحلة القادمة. تمام. الملف الثاني اللي اشار اليه سياده الرئيس هي مسيره الاصلاح الاقتصادي والتركيز على جذب الاستثمارات المحليه والاجنبيه وتنفيذ وثيقه ملكيه الدوله لتشجيع القطاع الخاص على ما نفس الامر يسري ايضا على اللي حضرتك بتتكلم فيه. الاصلاح الاقتصادي نكمله ما احنا برضه عشان نقول برضه حضرتك ان الاصلاح الاقتصادي هو منظومه ما بتعتمدش على فرد، دي بتعتمد حضرتك على المجموعه الاقتصاديه بالكامل، والتي تشمل وزير التخطيط، وزير الماليه، وزير الاستثمار والاقتصاد ان وجد كان في وزاره لا الله اعلم، وزير الصناعه. تمام كده حضرتك. وزير الزراعه عشان التصنيع الزراعي. المفروض حضرتك يبقى في التوجيهات بتاع الرئيس ليها اب في الحكومه
ممثل من المجموعه الاقتصاديه تجتمع كل شهر للتنسيق ما بينهم عشان يبقى في رؤيه واستراتيجيه واضحه لا تتغير بتغير الاشخاص. مش يجي وزير يمشي بالسياسه يجي اللي بعديه يغير. احنا عايزين استراتيجيه واضحه في الحكومه من خلال المجموعه الاقتصاديه سواء اللي هيتم تعديلها او الباقيه تحط خطوط ثابته وعريضه للملف الاقتصادي لا يتغير بتغير الاشخاص عشان نقدر نعيد ثقه المستثمرين المصريين والاجانب في الاقتصاد المصري. وده تكليف كان من سياده الرئيس. تاني حاجه حضرتك التكليف المهم برضه اللي هو تطوير ملف الثقافه وتنميه الوعي الوطني وتطوير الخطاب الديني. مهم جدا جدا تطوير الخطاب الديني في الفتره القادمه في ظل الظروف اللي احنا فيها وان ده دور مهم جدا يعتمد على الائمه في المساجد ووزاره الاوقاف في توفير تفسير الدين الاسلامي بمعناه السمح ومعناه التسامح. تمام؟ في الفتره القادمه دي مهم جدا. ده ملف كبير جدا ويمكن من يعني من الأوائل الموضوعات اللي تحدث فيها الرئيس السيسي منذ بداية ولايته مسألة تجديد الخطاب الديني. احنا عايزين الكلام ده بقى حضرتك يتنفذ على أرض الواقع. تمام. التاني حاجة الصف السياسي اللي هو تم تكليف الحكومة بتطوير المشاركة السياسية مع أكبر عدد من الأحزاب في الفترة المقدمة وإحياء الحوار الوطني وأخذ الرؤى السياسية القابلة. بس أسأل حضرتك سؤال سيادة النائب. فيما يتعلق بنقطة التكنوكرات والخلفية السياسية لدى المرشحين أو لدى الوزراء الجدد، إلى أي مدى يعني فكرة إيجاد التعامل مع الرأي العام أو مع الإعلام أو الشفافية إلى أي مدى هي نقاط هامة؟ وكان حتى يعني تحدث عنها رئيس مؤخرا أنه خرجوا تكلموا. بص يا فندم، مهم جدا مهم جدا ان نبقى في صراحه ووضوح وشفافيه في التعامل مع القرارات الاقتصاديه. ليه حضرتك؟ لان عدم وجود شفافيه وعدم وجود مصداقيه في القرارات اللي تخص الاقتصاد المصري سواء برفع اسعار الطاقه او اي حاجه دي بتؤثر على ثقه المستثمر في الدوله. ما انا ما ينفعش حضرتك مثلا اقول انا داخل بستثمر في مصر على اساس ان سعر الطاقة كذا وده كذا وده كذا وفجأة بعد كده بارتفاع او فرض رسوم جديدة عليا. ده ما ينفعش. فلازم حضرتك ان يعني انا بقصده ايه حضرتك؟ ان الفترة القادمة لازم الحكومة كل قرار يطلع منها يطلع يكون بقرار موافق عليه المجموعة الاقتصادية. يعني ما ينفعش حضرتك وزير المالية يطلع قرار تمام؟ وبدون ما المجموعة الاقتصادية تعرف. وندرسه كويس نشوف ايه الاثار الايجابيه والسلبيه. طبعا حاجه زي ما انت عارفه ان اي قرار اقتصادي ليه ايجابياته وليه سلبياته. نعم. ما اقدرش اقول على المطلق ان اي قرار اقتصادي باخده ليه ايجابيات بس. نعم. او ليه سلبيات بس. دور المجموعه الاقتصاديه لو تقعد مع بعض وينسقوا هذا الكلام هنقدر نوصل للقرار اللي ايجابياته اكثر من سلبياته. فبالتالي نتلافى نقول يعني الاخطاء اللي كانت موجوده في او بعض الهفوات اللي ظهرت في الحكومه السابقه. نتمنى ان الاخطاء دي كلها ان شاء الله يعني نتلافاها، ان توجيهات سياده الرئيس تنفذ وتكون قابله للتنفيذ على ارض الواقع طبقا للامكانيات المتاحه. نعم بشكرك. ولازم حضرتك تكون مركز على النقطه دي. سريعا. القرارات السياسيه او الاقتصاديه لابد من اعلانها بشفافيه مطلقه. نعم أشكرك شكرا جزيلا سيادة النائب معتز محمود نائب رئيس حزب الحرية المصري ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب.
قصيرة مشاهدينا الكرام، نكون في انتظار حضراتكم من بعدها. من جديد أرحب بحضراتكم. توجهت كتلة الحوار بالشكر لمصطفى مدبولي وحكومته على الفترة التي تولوا فيها المسؤولية، وأعربت كتلة الحوار عن تطلعها لتولي مدبولي حكومة سياسية تشعر بالمواطن وتقدر أعباءه وتسعى لتحقيق طموحاته المشروعة والعادلة. هذا وأعربت كتلة الحوار عن تمنياتها لمصطفى مدبولي بالتوفيق في اختيار عناصر الحكومة الجديدة على أسس من الكفاءة والمسؤولية والابتكار لإيجاد حلول جديدة تؤدي لتحقيق قفزات واسعة تستحق رضا المواطن. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي أستاذ إسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم. أستاذ إسلام، أهلا بك معنا على إكسترا نيوز. طبعا نتحدث عن الخبر الأهم وهو تكليف دكتور مصطفى مدبولي بالحكومة الجديدة أو التغييرات الجديدة بعد استقالة الحكومة، يعني ما الذي ينتظره الشارع في هذا الإطار برأيك؟ لأنه أعتقد في ظل التحديات الراهنة إلى جانب الدوائر السياسية طبعا التي تنظر وتتابع وتراقب، الشارع أيضا ينتظر الكثير. بالتأكيد هناك يعني آمال كبيرة معلقة في أخرة الحكومة. هناك كثير من الأعمال من البرامج اللي يعني تتطلبها المرحلة على أجندة الحكومة، وبالتالي اعتقد اني يعني خلينا نقول ان فلسفه التغيير هو لا يعني يكون هناك نوع من القدره على مواجهه الملفات بكفاءه اعلى وبايقاع اسرع. كان دائما المواطن يتحدث والنخبه تتحدث عن ايقاع الحكومه وإيقاع السيد الرئيس، أداء السيد الرئيس وأحلامه وطموحاته وأجندته فيما يتعلق بقضايا الوطن والملفات الأكثر إلحاحا وما يتعلق باحتياجات المواطنين وطموحهم وأملهم الكثيرة. أعتقد أن احنا أصبحنا في حاجة إلى حكومة تنظر إلى هذا الأمر على أنه يعني تحدي كبير جدا. كيف تؤدي الحكومة بنفس الإيقاع بنفس الأداء بنفس الكفاءة من أجل المواطن بشكل أساسي؟ يعني أعتقد أن لدينا من القضايا الكثير، يعني قضايا اقتصادية وفي ملفات الصحة وملفات التعليم وملفات الطاقة والكهرباء والبنية الأساسية وتحديات كبيرة جدا. عايز أقول كمان الحقيقة أن أصبح الأمر في ظل الجمهورية الجديدة تحديدا تولي المناصب لم يعد مسألة فيها نوع من الرفاهية، هي على العكس تماما، هي أصبحت يعني هي مهمة شاقة جدا، يعني مهمة صعبة. طبعا هناك محاسبة ومتابعة وهناك رؤى يجب أن تتحقق، هناك أيضا سعي لي يعني الوصول إلى رضا المواطن، ودي مسألة ليست بالسهلة، لأن المواطنين في مصر يعني خلينا بنتكلم بصراحة لدى الناس يعني دائما رغبات وطموحات وأحلام. لا بس المواطنين في مصر يا أستاذ إسلام بشهادة الجميع بداية من الرئيس السيسي، يعني هم مواطنين تحملوا يعني كل التحديات التي كانت في الداخل المصري على مدار السنوات الماضية. يعني صحيح، ما هو ده اللي بنقول إن لديهم أمال كبيرة جدا وطموحات كبيرة جدا، فأعتقد إن الحكومة ستكون محملة بكل هذه الأمور ولديها كل هذه الحوافز والدوافع ولديها أيضا هذه المسؤولية الكبيرة جدا. كيف تحقق رضا المواطن، تحقيق الرضا العام، ودي مسألة ليست باليسيرة على الإطلاق. أعتقد أن هي يعني مسؤولية كبيرة. من تقع عليه الاختيار والتكليف في المرحلة القادمة اعتقد انك لابد ان يكون له من البرامج ومن الرؤيه ولديه من الكفاءه ما يمكنه من تحقيق
كل ما نتحدث عنه كل ما يرغب فيه. استاذ اسلام، منذ الاعلان عن اجتماع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتقدمه بالاستقاله لرئيس الجمهوريه رئيس السيسي ومن ثم التكليف بالتغيير، بدات تخرج التكهنات من كل مكان عن الحقائب التي ربما تتغير والحقائب التي يعني لن تتغير. يعني حضرتك عارف التوقيت ده بيبقى فيه كلام كتير من الداخل ومن الخارج عن الجديد، ومصر يعني دولة مؤثرة بشكل كبير، وهي يعني يمكن في هذا التوقيت هو توقيت بالغ الأهمية للداخل وللخارج. فيعني بمن حضرتك يعني خبير في هذه الأمور، يعني من خلال خبرة حضرتك ككاتب صحفي، رأي حضرتك إيه في هذا التوقيت بالنسبة لكل هذه التكهنات؟ طبعا طبعا، يعني تكهنات كثيرة كالعادة مع أي تغييرات مع أي تعديلات، ولكن أعتقد أني تعلمنا في الفترة الماضية والعشر سنوات إن يعني ليس هكذا تدار الأمور. ده أولا. ثانيا، الوقت شديد الحساسية زي ما حضرتك قلتي في ملفات الداخل والخارج أيضا. وبالتالي يعني مصر مليئة بالكوادر، مصر مليئة بالكفاءات القادرة على تحمل المسؤولية، ولكن الحقيقة إن من يضع نفسه في مربع أو في كدر العمل العام لهذا العصر، مسألة أصبحت يعني محفوفة بالتحديات الكبيرة جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني، أيا كان الملف أو أيا كانت الحقيبة الوزارية. وبالتالي يعني أعتقد أن الكفاءات سيكون لها مكان كالعادة. هناك بالتأكيد أيضا المرأة في ظل تمكين المرأة الحاصل هيكون لها مكان. أعتقد أن لدينا من الحكومة نتحدث عن أعمار شابة، يعني جهاز الشباب دائما أو وللكفاءات. في كلام كمان كبير كتير أستاذ إسلام عن النواب، أنه في مساحة للنواب كبيرة طبعا مع التغيير القادم. طبعا بالتأكيد، لأن هم دخلوا في مجال العمل العام، اختلطوا بالداخل، يعني أو أقصد نائب الوزير يعني. أيوة، اندمجوا داخل المؤسسات الحكومية والمصالح الحكومية ويعني دهاليز الحكومة وصناعة القرار، وأصبح لديهم من الخبرات طبعا. فأعتقد أن كل ده يعني تكون هناك خلطة متنوعة من كل هؤلاء جميعا. الفكرة هنا بالمعايير وليست بالشائعات وليست ب علاقات، يعني المسألة هنا مسألة في منتهى الأهمية في منتهى الخطورة. الاختيارات لم تعد، يعني لا يمكن اختيارات على سبيل المجاملة، لا يمكن اختيارات لا بعيد، ولا يمكن أن نتوقع يمكن الكثير من الاختيارات. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي أستاذ إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه التغطية الخاصة على شاشة إكسترا نيوز. بشكر حضراتكم وأترك حضراتكم مع هذا العرض. إلى اللقاء.